من مباهج رمضان الجميلة جداً اللي حبيناها. أول حاجة وأجمل حاجة الست إسعاد يونس. إسعاد يونس السنة دي في كامل العدد الجزء الثاني بتكمل مسيرة البهجة والسعادة، ويا صاحبة السعادة طبعا، في دور جميل جدا عمرنا ما نقدر ننساه، دور الحما الجميلة الخفيفة صاحبة المواقف الجميلة جدا. وبالرغم من كده هنلاقي ليها كم مشهد من المشاهد الماستر سين اللي فيهم تمثيل حقيقي وأحاسيس ومشاعر في منتهى الرقة والجمال والعذوبة. كمان في مفاجأة ومن مباهج رمضان الجميلة قوي، القمر الست ميمي جمال. ميمي جمال عاملة دور السنة دي خرافة. ميمي جمال رجعت بشكل مختلف تماماً عن ميمي جمال اللي احنا حبيناها في عشرات الأدوار في المسرح والسينما والدراما والإذاعة. لا، دي ميمي جمال واحدة تانية خالص في كامل العدد اتنين. والكابل اللي عاملاه مع إسعاد يونس تحس كده بكأنهم مريم منيب وميمي شكيب في الحموات الفاتنات. حقيقي ثنائي خطير جداً، والواحد يعني لما بتيجي مشاهدهم مع بعض مش عايزين أبداً المشاهد تخلص بين إسعاد يونس وميمي جمال. كمان من مباهج رمضان الجميل قوي وجود أطفال حقيقي اتفاجئنا بأدائهم. أطفال في منتهى الخفة، في منتهى الظرف واللطافة والجمال، ويعني حبيناهم قوي في أكتر من عمل فني. يعني لو قلنا ريمون توفيق عامل دور جميل جدا في إمبراطورية ميب، وكمان جان رامز في المعلم مع مصطفى شعبان، وقد إيه دوره من الأدوار تحس كأنه مش طفل، يعني أنا منحاز قوي ليه. وحنيجي بقى للمسلسل المبهج الجميل جدا، بابا جه ده عايز بقى يعني كلام كتير جدا. قد ايه مسلسل جميل، مسلسل راقي، مسلسل في منتهى الخفة، ومسلسل تربوي اجتماعي يعني بيقدم رسائل في مختلف الأعمار والأجيال. والبنوتة اللي مع أكرم حسني في منتهى الخفة والجمال، لافانيا نادر، قد ايه بنت عسولة جدا، كيوت، جميلة، تلقائية. يعني حقيقي الأطفال السنة دي في المسلسلات دي مبهجة، ده إلى جانب طبعا الكاست كله الجميل جدا في مسلسل كامل العدد اتنين، وكل الجروب اللي فيه يعني يستحقوا جوائز عالمية. قد إيه مجموعة جميلة جدا أنا بشوفها السنة دي، سواء الأعمار أطفال صغيرة أو الأطفال أو الأعمار اللي أكبر شوية في مسلسل كامل العدد جزء اتنين. يعني أكتر حاجة مبهجة في دراما رمضان السنة دي حقيقي كامل العدد الجزء الثاني، وبابا جه مع أكرم حسني. الاتنين دول أكتر اتنين مبهجين في دراما رمضان 2024.